تطبيق نظام الزراعة المائية وتطوير نظم الري. يهدف هؤلاء الشباب من خلال تطبيق هذا النظام إلى إنتاج خضروات عالية الجودة وبأقل استهلاك للمياه وبدون استخدام أي مبيدات أو أسمدة في الزراعة. على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وبإحدى المزارع الخاصة، قام فريق من الباحثين الشباب بإطلاق شركة ناشئة للزراعة المائية، وهو مسار بديل للزراعة الحديثة ومناسب جدا للدول التي تعاني من عدم توافر التربة الخصبة أو نقص المياه العذبة للزراعة. احنا بنعمل زراعة مائية وبنتطورها، بنتطور لزراعة أكوابونيك أو زراعة أحياء مائية التي بتعتمد لا تعتمد على التغذية بالمواد الكيميائية، إنما تعتمد على التغذية عن مخلفات الناتجة عن المزارع السمكية. المخلفات نرجع من المزارع السمكية بتدينا الغذاء بصورة معينة. عندنا تيم بيشتغل على تطوير النظام، ومن جزء من أحد أهم الأجزاء في تطوير النظام كمان إن إحنا بنستخدم كلها مواد مصنعة محليا، فالتكاليف بالنسبة لنا بتبقى أقل، مش بتأثر بحاجة زي التغير في العملة اللي حصل في الفترة اللي فاتت، ما عنديش مدخلات مستوردة. إحنا جمعنا فريق علمي، إحنا أصلا رايحين نجمع فريق علمي من تخصصات مختلفة، وحابين ان احنا لما ندرس موضوع الزراعه من طول ندرسه بشكل علمي مفصل، وما ندرسوش بشكل عام ان هو مجرد زراعه خالص. فاحنا عندنا حقيقه تخصصات من اول علم النبات والميكروبيولوجي والكيمياء والاسماك وحتى الهندسه الصناعيه، عندنا تخصصات في كل حاجه بتدخل في عمليه الانتاج في الزراعه من طول، لان احنا بنحاول نعلي الكفاءه بقدر الامكان ونقلل استهلاك الموارد للحد الادنى ممكن. كما تتميز بخفض نفقات العمالة وتوفير تكاليف الأسمدة والمبيدات، والأهم من ذلك إعادة التدوير والاستثمار الأمثل لكل قطرة مياه. ستاندرد، لكن احنا عندنا سيستم جديد شغالين عليه، وده اللي احنا حاليا بنحاول نسجله مرات اختراع. السيستم الجديد ده بيرفع الانتاجيه اضعاف اضعاف الحالي يعني، وبيوفر اكثر كمان في المنتج. وبحسب تقديرات الخبراء، فإن إنتاجية الفدان من الخضروات باستخدام الزراعة المائية تعادل ما يتم إنتاجه من 10 فدادين من الأراضي الزراعية.